التعرف عن جديد في خامس يومه للمعرض، وتلتحق بنا عبر المباشر دانيا نريمان بوطاق ومعها ضيفها الكريم للحديث أكثر حول دار نشر الفتية الجزائر تقرأ وكيفية استغلالها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس كذلك دانيا؟ تفضلي. مساء الخير زميلتي فريال، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذا متواجدون بالمعرض الدولي للكتاب في طبعته 24 بصافكس. كما تعلمين فريال، فإن كالعادة توافد غفير من المواطنين من كافة الفئات، فئات المجتمع ذكورا وإناث. وكما تعلمين أيضا فريال، فإن منصات مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت واجهة لمختلف المبادرات الثقافية والأدبية، لعل أهمها الجزائر تقرأ التي انطلقت كفكرة بسيطة من مواقع التواصل الاجتماعي لتتحول بعدها إلى دار نشر، ربما إلى دار نشر تستقطب الآلاف من المواطنين أو من القراء أو الكتاب على حد سواء. ولتفصيل أكثر يحضر معي مدير دار النشر السيد قادة زاوي. مساء الخير سيد قادة زاوي. إذا فكرة بسيطة، صفحة فيسبوكية ربما من مواقع التواصل الاجتماعي إلى قطب أدبي بامتياز، أين هو السر؟ شكرا على الاستضافة. فعلا ليس هناك سر، السر الوحيد الكامن في هذا المشروع الذي أطلقناه، هذه المبادرة، وإيماننا العميق فعلا بوجود قارئ جزائري يحب الكتاب ويحب ثقافة القراءة. لذلك كانت المبادرة في أول انطلاقاتها على شكل صفحة على فيسبوك عام 2015. الهدف تاعنا كان هو إصابة الناس بعدوى القراءة، هذا كان شعارنا، نصيبكم بعدوى القراءة، إصابة الجزائريين بعدوى القراءة ونقل هذه العدوى لأكبر عدد ممكن من الشباب. مع الوقت بدأنا نقيم مبادرات على أرض الواقع، في الحدائق، ملتقيات، تبادل الكتب وغير ذلك. بعد عامين لمسنا أنه هناك جيل من الكتاب الجزائريين، جيل شبابي قادر على العطاء في ميدان الأدبي، ففكرنا لما لا نكون نحن جسر وصل بين القارئ الجزائري وبين الكاتب الشاب. وهكذا انطلقت فكرة دار النشر، حيث أطلقناها في عام 2017 بحاضنة الأعمال سيلابس بالجزائر العاصمة. تولدت عن إيمان كذلك بوجود كاتب جزائري شاب وموهوب، وهكذا كانت الانطلاقة. كانت أول مشاركة لنا في صالون الكتاب عام 2017 ب 18 عنوانا، غالبيتهم لكتاب شباب جزائريين. تواصلت بعد ذلك 2018 مشاركتنا الثانية، وهذه مشاركتنا الثالثة في صالون الكتاب هذا العام ب 11 عنوانا، غالبيتهم كذلك لكتاب شباب جزائريون ينشرون أعمالهم لأول مرة. طيب سيدي، لو نحكي على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبح الجزائريون يستبشرون خيرا بها ويعتبرونها كصدى إيجابي عكس ما يظنه البعض. هي مواقع التواصل الاجتماعي غيرها كغيرها من الأشياء، هي سيف ذو حدين، إما نستعمله في حاجة سلبية أو إيجابية. أعتقد أنه الشيء الإيجابي فيها أنفع من الشيء السلبي، وهذا ما نراه في العديد من المبادرات التي انطلقت من مواقع التواصل الاجتماعي وانتقل أثرها على أرض الواقع، مثل مبادرة الجزائر تقرأ اللي نشوفوا نفعها مش على فقط على القراء، على الكتاب الجزائريين، أيضا على الميدان الثقافي الجزائري. نحن لما أطلقنا مبادرة الجزائر تقرأ على فيسبوك، خرجت من عندنا نحن كمجموعة مبادرين شباب صغار إلى الآلاف من القراء. الآن ربما عندنا أكثر من 800 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على فيسبوك أو على انستغرام. الكثيرون أصيبوا بعدوى القراءة فعلا من هذه المبادرة، ونحن كذلك أصبنا ربما بهوس الإيجابية، وأن نقل الإيجابية والنشاط الثقافي إلى بعد آخر. ربما تطمحون لتفعيل مبادرات على هذا القبيل أو لتطوير ربما مشاريعكم. فعلا هو أطلقنا قبل حوالي 4 أشهر مشروع متجر إلكتروني لبيع الكتب الورقية على الأنترنت، هو الأول من نوعه في الجزائر. لماذا؟ لأنه عندنا نقص كتاب في المكتبات الجزائرية، مع نقص مكتبات عندنا معرض واحد في السنة فقط، ما يقدروش جميع الجزائريين جميع القراء يزوروه من مختلف مناطق الوطن. ما شاء الله الجزائر قارة، من المستحيل أنه يزوروا المعرض الدولي للكتاب جميع القراء. ففتحنا احنا متجر إلكتروني عشان نوفروا الكتب المتواجدة في المعرض في الموقع ونوصلوها لباب الدار،
في أي ولاية في الجزائر. هذا مشروع نتمنى أنه يحقق فائدة مرجوة في توزيع الكتاب ويكسر مشكل توزيع الكتاب لدى دور النشر. شكرا لك سيدي، نحييكم على هذا المبادرة. إذا زميلتي فريال، كان هذا السيد قادة زاوي مدير دار نشر الجزائر تقرأ، كنموذج للشباب الطموح. إذا فريال، كانت هذه تفاصيل ربما اليوم الخامس من معرض الدولي للكتاب. لمزيد من التفاصيل سنوافيك بها في أخبارنا القادمة. شكرا لك دانيا، وشكرا لضيفك الكريم المتواجد معك من معرض دولي للكتاب. نبقى دائما في معرض الكتاب وكتاب آخر أيام.